السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأخوان وبياكم، وإن شاء الله بإذن الله اليوم بنتكلم حول موضوع من أحد مواضيع منهج كومتيا نتورك بلس، وبنتكلم حول تكملة لمواضيع منهج كومتيا نتورك بلس. طيب شباب، اليوم بنتكلم عن التي سي بي هيدر، وبنتكلم عن اليو دي بي هيدر. بس قبل ما نتكلم عن التي سي بي هيدر أو اليو دي بي هيدر، هناك مجموعة من الأمور التي يجب أو مجموعة من البارامترز التي يجب إنه نحن نفهمها ونعرفها بالشكل الصحيح. فمن هذه الأمور اللي نحن بنتكلم عليها اليوم هو عبارة عن الـ TTL. TTL عبارة عن الـ Time to Live، اللي هو عبارة عن وقت الحياة، يعني وقت إرسال حياة الباكت قبل إتلافه. كيف ممكن نشوف الـ TTL؟ على الشكل التالي، لو فتحنا الرن مثلا ورحنا على الدوز وكتبنا مثلا بينج دوت زيرو دوت زيرو دوت، شفت هنا لو اخذنا المارك فشوف ايش كاتب هنا الـ TTL كم؟ شفت 128، اللي هو طول فترة حياة الـ TTL أو طول فترة حياة التايم تو ليف. طيب إيش مهام التي تي ال أو إيش طبيعة عمل التي تي ال؟ بكل بساطة التي تي ال أو التايم تو ليف بتحدد عمر الباكت أثناء سفره أو أثناء انتقاله، يعني بتحدد طول الباكت ده أثناء، يعني بتعطيه وقت، بتعطيه فترة زمنية أثناء سفره أو انتقاله من الجهاز الديستنيشن، من السورس الى الديستنيشن، يعني من جهاز الى اخر. كيف؟ خلينا نشوف، ناخذ القلم ونشوف. انا عندي هنا جهاز مشبوك على راوترز، يعني بالشكل ده، فبكل بساطة عندي هنا رسالة ايميل على سبيل المثال، محتاج انا اسوي له عملية ايش؟ ارسال. فالايميل ده لما بيبدأ يرتسل الى الراوتر ده على سبيل المثال، بيعطى له مثلا كم؟ 128، ولما بيجي الى هنا بيكون 127، ولما بيطلع الى هنا بيكون 126، ولا هنا بيكون 125. نحن بفترض الى هنا الباكت دي او الايميل ده انتهى، اتلف لسبب ما، قد يكون سبب ازدحام في الشبكة. فهنا وصل الى زيرو. اول ما بتوصل قيمة التي تي ال دي بتساوي صفر، بيحصل عملية إتلاف للباكت، وبيتم بيقوم الراوتر هنا بإشعار الجهاز المرسل إنه يقوم ويتولى عملية إرسال الباكت مرة تانية. ده السيناريو الأول، لكن هناك سيناريو تاني. نشوف السيناريو التاني، نشوف سيناريو ثاني. بس نمسح الأرقام دي، تتضح لنا الصورة بسيناريو ثاني. طيب شباب، أقول لكم على شيء كمان. عملية الإرسال من الراوتر ده للراوتر ده ومن الراوتر ده للراوتر ده تسمى بالهوب، كده بالهوبس، قفزات معناته. هذه هوبس، هادي هوبس، هادي هوبس، هادي هوبس، هادي هوبس، اوكي؟ تسمى بالهوبس بمعنى بالقفزات. اقول لك كذا بكل بساطة، الجهاز ده كمان السيندر، وهنا عندي الجهاز الريسيفر، عندي ريسيفر وهنا عندي سيندر. فقام الجهاز السيندر بإرسال بيانات، بمعنى ارسال داتا، صح؟
ارسل داتا، يعني ارسل بيانات، فالبيانات ماشية ورايحة على الراوتر ده. فالراوتر ده عنده جدول، عنده الراوتينج تيبل، صح؟ فهو عنده قائمة بالراوترات دي، R2 مثلا، R1، R0، R3، R4، R5. عنده قائمة بالوجهات أو بالراوترات اللي بيتم إرسال لإيش البيانات. فالراوتر يشتغل في الثلاث الطبقات الأولى، ويعرف الثلاث الطبقات الأولى، دات الفيزيكال لاير، الداتا لينك لاير، والنيتورك لاير، لأنه شغال على مبدأ الآي بي. تمام، شغال قلنا على مبدأ الآي بي. فبكل بساطة بفترض أنه أعطى قيمة هو للتي تي ال بتساوي على سبيل المثال 76، أعطاها قيمات 76 على سبيل المثال للتي تي ال. فلما بتنزل للجهاز ده بيتم إرسالة من الراوتر ده للراوتر ده، هي ماشية الآن، القيمة هنا كم؟ تي تي ال بتساوي كم؟ 76، صح؟ بس نمسح هنا عشان نوضحها بشكل صحيح، ونمسح الهوبز دي. طيب عندي التي تي ال في الراوتر رقم واحد تساوي كم؟ 76. فبكل بساطة كل ما بيستلم الراوتر الباكت بيسوي عملية رياضية بسيطة، بس بيعمل التالي: تي تي ال بتساوي واحد ماينس، يعني بينقص واحد من القيمة الحالية، فهي كانت 76 بيرجعها كم؟ 75. بتوصل إلى هنا كم؟ إذا التي تي ال ساوت كم؟ 75. كمان البيانات مشت راحت للراوتر ده، الراوتر ده بيعمل تي تي ال بتساوي واحد ماينس 75، بيطلع لي 74، وبيروح يرسلها إلى هنا، وبيستمر في هذا العمل أو في هذا الطبيعة أو في هذا النهج أو في هذا السلوك. طبعا التي تي ال موجود في التي سي بي أو في التي سي بي هيدر، وهذا هو موقعه تايم تو ليف، اللي هو وقت حياة الباكت، وقت حياة الباكت. ريفيو سريع على تي تي ال، قلنا تي تي ال يستخدم في القفزات او ما يسمى بالهوبس، وهي اعطاء فترة زمنية للباكت اثناء سفره او اثناء انتقاله من السندر الى الريسيفر، يعني من الجهاز المرسل الى الجهاز المستقبل. طبعا حتى لا اكون قد اغفلت، هذه القيمة تختلف من نظام الى اخر، يعني مش شرط انه القيمة اللي حشفناها انه 128 موجودة في النكس نفس 128، لا، فهي مختلفة من نظام الى اخر، من برنامج الى برنامج، من حجم داتا الى حجم داتا الى اخر. طيب في سؤال يطرح نفسه، ايش الغرض او ايش الفائدة من التي تي ال، من التايم تو ليف، ايش الغرض منه؟ انا بقول لك يا اخي كده بكل بساطة، انه وضعت التي تي ال لأغراض كثيرة، منها لغرض عدم استمرار دوران الباكت بشكل أو إلى ما لا نهاية على الإنترنت أو على الشبكة، ده الغرض الأول. والغرض الثاني for more secure، عشان الأمن والمعلومات. بس الغرض الرئيسي أو الغرض الأكثر فعال اللي صممت له هو من شان ما تدورش الباكت على الإنترنت إلى ما لا نهاية. طب لاحظ، نحن نتكلم على باكتس، عندنا ملايين الباكتس اللي تدور في الانترنت، ملايين الباكتس اللي تدور على الشبكة كمان. فإذا ما تمش إعطاء تي تي ال لها، فالبيانات بتدخل في جملة لوب أو في حلقة دوران على الانترنت إلى ما لا نهاية. كمان نفس الشيء، وجدت التي تي ال قلنا لغرض أمني، تخيل إنه وضعت تي تي ال ما بين الجهاز المرسل والمستقبل، يعني كده من الراوتر ده للراوتر ده، واعطينا له هنا تي تي ال بتساوي 10 ملي سكند،
واجى هنا شخص مهاجم سوى عملية ايش؟ اتاك، هجوم، صح؟ سوى عملية هجوم، فهو استولى على الباكت. ولما استولى على الباكت دي هنا معطي 10 ملي سكند، فما عندوش وقت، فالبيانات لما بيحاول يستولي عليها بتتلف وهي بحوزته، اوكي؟ لانه فترة الارسال من هنا الى هنا اعطالك 10 ملي سكند. اذا وضعت التي تي ال لامرين، الامر الاول هو لتجنب دوران الباكت الى ما لا نهاية والدخول في جملة لوب او دوران، والشيء الثاني وجدت التي تي ال فور مور سكيور. تمام؟ طيب شباب، طيب، والامر ده او الشيء ده او البروتوكول اللي بيتحكم في ده الكلام كله اسمه اي سي ام بي، يعني انترنت كنترول مسج بروتوكول. تمام؟ ده البروتوكول هو المسؤول على هذا الشيء او على هذا الامر. ننتقل للموضوع اللي بعد، سيكونس نمبر. طيب شباب، موضوع السيكونس نمبر، ايش هو السيكونس نمبر؟ السيكونس نمبر نحن عارفين كلنا انه عادة ما يتم تقسيم البيانات الى باكيتس اثناء ارتساله. طول ما نحن شغالين على شبكة، اذا معي طرف مرسل سيندر وعندي طرف ثاني مستقبل ريسيفر، صح؟ طول ما انت تدرس علم شبكات، اذا معك جهاز مرسل ومعك جهاز مستقبل، عندك داتا، دي بيانات بغض النظر عن نوع البيانات. فهو يروح يسوي له عملية تقسيم الى ايش؟ الى اجزاء صغيرة، يعني بالشكل ده. تمام؟ بيروح يسوي له عملية تقسيم الى اجزاء صغيرة وبيعطيها ايش؟ ارقام، يعني 1 2 3 4. تمام؟ ليش؟ عشان يتم ارساله من الجهاز المرسل للجهاز المستقبل. والسيكونس نمبر ايش طبيعته؟ يعرف رقم البيانات التسلسلي بالنسبة، او يعرف رقم الباكت التسلسلي بالنسبة للبيانات، بمعنى هنا 1 أوف 4، 2 أوف 4، 3 أوف 4، 4 أوف 4. تمام؟ بيسوي عملية ترقيم للباكتس من أصل البيانات. طيب نشوف كيف بيتم بالسيناريو في مسألة الإرسال، وبيتولى عملية إرساله للطرف الريسيفر. تمام؟ في حالة فقدان، على سبيل المثال انه الطرف ده استلم 1 أوف 4 واستلم 2 أوف 4 واستلم 4 أوف 4، بس الباكت رقم 3 مفقود، فبيقوم بإرسال ثاني مرة للجهاز السندر، بيقول له ارسل لي الباكت رقم كم؟ 3 أوف 4، لانه الباكت ده مفقود، وهذا بيتولى مرة ثانية ارسال الباكت. ومش بس كده، بيتولى عملية التنظيم، صح؟ لانه عادة البيانات ترسل بشكل عشوائي مش بشكل منتظم. تمام؟ نشوف، عندي هنا سيندر وعندي هنا ريسيفر. معنات الكلام ده ايش؟
انه انا هنا عندي كمان نرجع نضرب نفس المثال، 4 باكت، 2 3 4، وهذه الرسالة الكاملة، هذا عندي داتا، هذا 1 of 4، 2 of 4، 3 of 4، 4 of 4. فواحد اوف 4 مر من هنا، يعني كده 1 of 4 مر من ده الخط، 2 of 4 مر من هنا، 2 of 4، 3 of 4 مر كده، بعدين نزل كده، بعدين طلع كده، 3 of 4. وعلى ذا الحال، بمعنى انه البيانات اثناء ارساله من السندر الى الريسيفر في حالة الانترنت لا تمر في طريق واحد، تمر في اكثر من طريق. ومعنات الكلام ده انه قد تفقد البيانات اثناء ارساله، والسبب يعود الى سلوكي اكثر من اتجاه، صح؟ بمعنى انه هنا قد توصل بشكل سريع، وهنا توصل ابطأ، وهنا ما توصلش. فالسيكونس نمبر بيتولى عملية ترتيب البيانات حسب التسلسل. هذا كان عبارة عن السيكونس نمبر. نرجع على الاك، الاك نمبر، ايش هو الاك نمبر وايش الفائدة منه؟ حقيقة الاك نمبر يستخدم في التحقق من البيانات او المعلومات. طب فين بشوفه انا؟ هو الرقم الذي بيقر فيه احد الطرفين باستلام البيانات، يعني هو عبارة بمثابة اشعار او بمثابة اقرار استلام او اشعار استلام. بيقوم الطرف المستلم او المستقبل بتحديد جزء الرسالة المراد تكملتها. كيف؟ نشوف الاك نمبر. انا بقول لك كده بكل بساطة، مش قلنا نحن طول ما ندرس نتورك عندنا طرف مرسل وعندنا طرف مستقبل؟ اذا هنا نتكلم نحن على سيندر، تمام؟ وهنا نعمل 3 بي سي، بحقيقة مش 3 بي سي، هو نفس البي سي بس بدنا نعمل له سيناريوهات يعني. وهنا عندي ايش؟ ريسيفر، وهنا عندي داتا. طول الداتا دي مثلا 4500 بايت. طيب عندي الجهاز ده عنده داتا وحجم الداتا 4500 بايت، ومحتاج ارسلها للهدف الثاني، للجهاز الثاني، تمام؟ ففي المرة الأولى قام بإرسال بيانات، خليني بس نعدل المسار حتى ما يتداخلوش. في المرة الأولى قام بإرسال بيانات، بمعنى أرسل جزء من الداتا بمعدل 1500، تمام؟ يعني أرسل 1500 بايت من أصل كم؟ من أصل 4500. الجهاز بي بيرد عليه بيقول له كده اك بتساوي 1501. تعرف ليش قال له 1501؟ ليش زاد عليه بواحد؟ انا بقول لك، لما قال له لما الجهاز A ارسل بيانات للجهاز B ب 1500،
في الجهاز بي لما استلمها قال له انا استلمت 1500، الان افترض اللي بترسله انت من 1501. ده الشيء معناته انه الجهاز بي اقر على استلام 1500 بايتس، والجهاز ايه يفترض يرسل البيانات من 1501. جهاز ايه بيرسل تاني مرة، ارسل له تاني مرة بيانات، وراح ارسل له كمان 1500. الجهاز ايه في المرة الثانية، دي المرة الاولى دي المرة الثانية، راح ارسل له 1500 مرة ثانية. الجهاز بي ايش بيرد؟ تتوقع ايش بيقول له؟ بيقول له اك يساوي كم؟ 1501 نفس اللي فوق؟ لا، لو قال له 1501 بيتولى عملية ارسال البيانات مرة ثانية. فاللي بيصير بيجمع ال 1500 دي مع ال 1500 دي، بيقول له 3001. شفت؟ يعني الآن أنا استلمت 3000 بايت من أصل 4500 بايت، فبتبدأ ترسل لي من 3001. في الجهاز A في المرة الثالثة راح مرسل كمان 1500 بايت، تمام؟ الجهاز B بيرد عليه وبيقول له إيش؟ بيقول له اك بتساوي 4500، مش في المرة الأولى 1500، في المرة الثانية 1500، في المرة الثالثة 1500، مجموعهم كم؟ 4500 طلع، صح؟ فرد عليه راح قال له 4500. إذا في هذه الحالة إنه البيانات المرسلة من السيندر تساوت مع البيانات المستقبلة من طرف الريسيفر. هذا هو الاك نمبر، تمام؟ مرة ثانية، ايش الفائدة من الاك نمبر؟ الاك نمبر يستخدم عشان التحقق من البيانات الهامة، ويستعمل بمثابة اقرار بان الجهاز المستلم استلم البيانات، بمثابة إشعار للجهاز المرسل بأن يقوم بتكملة إرسال البيانات من الجزء التي وصل إليه، تمام؟ طيب نيجي لموضوع الداتا فلو أو الفلو كنترول. داتا فلو أو فلو كنترول، طيب شباب بكل بساطة داتا فلو، او ممكن تسميه كده داتا فلو، او ممكن تسميه فلو كنترول الخ. انا بقول لك كده بكل بساطة، يعني عندي طرف مرسل بمعنى سيندر اسمه بي سي 1، وهو ايش؟ سيندر. وعندي طرف مستقبل بي سي 2 يعني ريسيفر، تمام؟ تمام. انا بقول لك هنا كده دي عبارة عن رام يعني ذاكرة. في الجهاز الاول قام بإرسال مجموعة من البيانات او الباكت، تمام؟ في الحالة دي البي سي 2 استوعبها كاملة. الى هنا داتا فلو، تمام؟ ده توضيح للداتا فلو، ما فيش اي مشكلة. طب ايش المشكلة؟ ايش الجديد؟ ما هو واضح الداتا فلو، يعني جهاز ارسل وجهاز استقبل. اقول لك على حاجة هنا،
خلينا احنا ننزل لبعض لتحت ونرسم السيناريو. عندي طرف مرسل سيندر، وعندي طرف مستقبل ريسيفر في نفس السيناريو الاول. اتولى عمليه ارسال بيانات، ودي عباره عن الرام، يعني ارسل كميه من البيانات البي سي 1. البي سي 2 استقبله، ولكن دي المره فاضت عليه، يعني امتلأت الرام وما زال البي سي 1 مستمر في عملية الإرسال، صح؟ معناته الكلام ده إنه البيانات دي اللي طلعت برا على المربع برا على الرام وتلفت، صح؟ طيب هل الجهاز المرسل ده مش عارف إنه الجهاز المستقبل أو البي سي 2 إنه استلم البيانات بس في بيانات أتلفت نتيجة للسرعة الغير المتساوية في إرسال البيانات؟ طبعاً أكيد الجهاز عارف. إذن إيش الشيء اللي بيخليه يعرف وكيف؟ فحتى لا أكون قد أغفلت، في دي الحالة لما البيانات بتكون فوق طاقة الجهاز المستقبل بيرسل حاجة اسمها أك، وبيحدد له كم الباكت اللي لازم يرسله، وهذا ما يسمى بالويندو سايز. نمسح ونشوف تاني مرة. نشوف الويندو سايز يعني كده. الويندوز سايز، تمام. بقول لك كده، عندي طرف مرسل سيندر، وعندي طرف مستقبل بمعنى ريسيفر، تمام. طيب وعندي هنا الرام اللي احنا تكلمنا عليها، فالجهاز الاول اللي هو الجهاز A بي سي A وهذا البي سي بي قام بارسال داتا فلو، تدفق بيانات، يعني قام بارسال داتا، بارسال بيانات في علم النتورك طرفين، التعامل ما بين طرفين، طرف مرسل وطرف مستقبل. فحصل نفس السيناريو اللي اخذناه او اللي تفرقنا عليها الاول اللي هو رقم 2، امتلأت الداتا وحصل عملية كتب زائد اوفر رايت، تمام. بمعنى فوق الطاقة الاستيعابية للرام الخاصة بالجهاز المستقبل اللي هو جهاز بي. في دي الحالة الجهاز بي بيقوم بإرسال رسالة للجهاز A. مثال، الجهاز A في المرة الأولى أرسل 1500 بايت، الجهاز بي على سبيل المثال بنقول استقبل منها مثلا 200، لا خلينا نقول استقبل منها كاملة. أول شيء بيرسل له أك بيساوي 1501. البيانات دي اللي طلعت، إذا هنا هو استلم كم؟ 1500. ما بعد ال 1501 ما استلمهاش، شوف الصورة دي ما استلمهاش، فبيفعل له كده سلاش، بيقول له كده ويندوينج بتساوي 200. في المرة الثانية الجهاز ايه بيقوم بإرسال كم؟ 200.
تمام؟ الجهاز بي بيرد عليه وبيقول له اك بتساوي 1701. تعرف ليش؟ مش 201، لانه شل ال 1500 دي جمعها مع ال 200 دي، فصار استلم هو 1700 وراح قال له 1701. بيروح كده بيقول له ويندوينج بتساوي مثلا 300، وده بيرجع يرسل له ثاني مرة كم؟ 300. ده ما يسمى بالداتا فلو او تدفق البيانات. تقدر تقول عليه داتا فلو او الفلو كنترول او الويندو سايز. دي كل التسميات تشير الى تدفق البيانات ما بين الجهاز A والجهاز B. ايش الفائدة منه؟ دي اللي بتتولى عملية او مهام تنسيق تدفق البيانات ما بين الجهاز المرسل الى الجهاز المستقبل. طيب اللي بعده checksum او ما يسمى بالسي ار سي. احنا عارفين لما تكلمنا على نموذج الاوزي او الاو اس اي لايرز دخلنا على الداتا لينك، تكلمنا على السي ار سي، وقلنا مسؤولية السي ار سي دي ايش؟ التحقق من البيانات او المعلومات، يعني تستخدم للفحص الدوري ما بين الجهاز المرسل والجهاز المستقبل. احنا محتاجين نشوف كيف تشتغل. نفس الكلام، فقلنا بعلم الشبكات نلح انه عندي طرف مرسل وطرف مستقبل. فطول ما انت بتتخصص في فن الشبكات او علم الشبكات فبتعيش السيناريو ده، انه طرف مرسل وطرف مستقبل، عندي السندر هنا وعندي الريسيفر هنا. في المرة الأولى عندي هنا باينري. مش قلنا انه الكمبيوتر في الأخير يمثل الداتا إلى باينري 0 1، يعني واحد في بيانات وصفر ما فيش بيانات، صح؟ طيب عندي الجهاز A بيرسل داتا. التشيكسم كيف بيشتغل؟ أثناء إرسال البيانات الجهاز A بيسوي أو بيولد عملية حسابية، مثلا 200 × 2 ÷ 4 − 5 بتساوي 95. تمام؟ إذا الجهاز B لازم يعمل نفس العملية الحسابية دي ولازم الناتج يطلع له 95. وإذا ما طلع له 95، الغرض أنا أقصد هنا بالمئتين كنت اللي هو عدد الواحدات مثلا. طبعا هي ألغوريتم محددة تتم معينة ما بين الطرفين، ما بين الطرف المرسل والطرف المستقبل. فالجهاز B بيسوي نفس المعادلة، بيعمل 200 × 2 ÷ 4 − 5 بتساوي عنده 95. لو طلع الرقم ده مساوي للرقم ده، إذا ما حصلش أي فقدان للبيانات طوال إرساله من المرسل إلى المستقبل. بس لو طلع له الناتج 93، معنى الكلام ده انه في 2 بايت مفقودين، اوكي، وبيتولى عملية الارسال مرة تانية. ده موضوع التشيكسم. طب نحن اتكلمنا على التي تي ال والسيكوينس نمبر والاك نمبر والفلو كنترول والتشيكسم السي ار سي
عشان نوصل للتي سي بي هيدر، وهذا موضوعنا اليوم واللي محتاجين نوضحه. نحن عارفين كتي سي بي شغال على طبقة ترانسبورت لاير في التي سي بي اي بي موديل، تمام؟ وكتي سي بي هيدر في الاوزي موديل شغال على الترانسبورت لاير، تمام؟ اذا موجود التي سي بي هيدر في تي سي بي اي بي موديل اللي هو في الانترنت، وهذا نتورك، تمام؟ نشوف عندي الهيدر حق تي سي بي اي بي، حتى لا يكون قد اغفل، تي سي بي اي بي اختصار لكلمة ترانسميشن كنترول بروتوكول، ومعرف في المستند ار اف سي عشان تبحث عليه في جوجل 793، صدر عام 1981، تمام؟ انت لما بتطلع على جوجل اكتب ده عشان تشوف رقم المستند الخاص بالتي سي بي، تمام؟ طيب نشوف تي سي بي يتكون كطول من 32 بت، هنا 16 وهنا 16، تمام؟ ال 16 دي التي بتساوي لي 2 بايت، ودي بتساوي لي كم؟ 2 بايت. ليش 2 بايت؟ لانه نحن عارفين البايت الواحد بيساوي 8 بيت، تمام؟ الواحد البايت بيساوي 8 بيت. اذا انا عندي 16، ال 16 بتساوي 2 بايت، تمام؟ الى هنا. اذا في التي سي بي هيدر عندي سورس بورت وعندي ديستنيشن بورت، هنا سورس بورت ديستنيشن بورت، اذا هو يتكلم على البورتس، على المنافذ الموجوده في جهاز الكمبيوتر. سيكونس نمبر، اذا نحن هنا شرحنا موضوع السيكونس، شفت؟ اللي هو مسألة تقسيم الباكتس وسلوك البيانات، هنا السيكونس نمبر. الاك نمبر، شوف السيكونس ولا الاك، نحن تكلمنا فوق على الاك نمبر، نحن سبقنا على الامور دي. ايش بيشتغل الاك نمبر؟ بيشتغل عبارة عن إعلام الجهاز المرسل كم استلم من الباكتس أو من البيانات أو من الداتا، وإشعاره إيش من داتا بيرسله عشان يكمل، تمام؟ الهيدر لينت هنا بعضهم بيسمونه داتا أوفسيت، وعندك هنا المستقبل بينقسم، كاتب لك هنا 6، يعني بينقسم إلى 6 خانات، عندك 1 2 3 4 5 6، إيش هم؟ بنشوفهم بعدين. وعندك هنا في بتات خاصة بالكنترول، الكود بيت ده يعني بتات خاصة بالكنترول. الويندو أو الفلو كنترول أو الويندو سايز ده اللي حتكلمنا عليه هنا، شوف الويندوز ايضا اللي تكلمنا عليه هنا، نحن عشان موضوع ارسال البيانات بشكل كبير، يعني عشان الرام. تشيكسم ده هو عبارة عن السي ار سي، مسألة التحقق،
أرجنت يعني دي يقول لك إنه البيانات اللي هنا موجودة دي بيانات عاجلة ولازم تعالج بشكل سريع، وده له علاقة هنا بالكنترول بيت في ذا المكان. عفوا أنا غلط، مش هنا في الكنترول بيت. طيب كمان الآكل له علاقة هنا على فكرة، وبعدين يجي هنا message options، وبعدين هنا تجي الداتا. فالتي سي بي هيدر هو من هنا الى هنا، من ده الجزء لهذا الجزء، يعني كده شفت، يعني كده كمان ليش ما حسبت ده وما حسبت ده؟ ده لانه داتا وده لانه خيارات اوبشن تجي مع الداتا. لو نجي نعد كم منه سطور، دي واحد، عندي اثنين، عندي ثلاثة، عندي أربعة، عندي خمسة سطور، وكل سطر بيساوي كم؟ 32 ايش؟ 32 بت. يعني كده 32 بت، وهنا كمان 32 بت، وهنا 32 بت، كمان 32 بت، 32 ال 32 دي تجمع مع بعض البعض بتطلع لي ب 160 وبتقسمه على 8 بتساوي لك 20. تمام؟ مش البايت بيساوي 8 بت صح؟ اذا بتقسمه على 8 بيساوي لك 20. اذا التي سي بي طوله كم؟ 20 بايت. شوف لو قلبنا كده، شوف شو مكتوب هنا، 20 كم؟ 20 بايت. والطول حقه كم؟ 32 بت. اوكي؟ إذا هنا نحن بنتكلم بالتفصيل، لأنه مش هنا كان معانا مكتوب اللي هو عبارة عن الكنترول بيت، ده الجزء كامل نشوف. إذا نرجع للسيناريو حقنا، عندي كمبيوتر مرسل سيندر، وعندي هنا ريسيفر، عندي سيرفر، هذا ريسيفر تمام، اللي عبارة عن سيرفر، وهذا عبارة عن بي سي. في المرة دي البي سي طلب من السيرفر خدمة، وليكن عن طريق بروتوكول اتش تي تي بي. فالكلاينت محتاج يرسل بورت. هنا عندي ايش؟ سورس بورت ولا لا؟ سورس بورت نمبر ولا لا؟ إذا بفترض أرسل بالبورت رقم 49153. أنا لي جلسة بعدين توضيح أكثر حول البورت. فالجهاز السيرفر لأنه ويب عن طريق الويب براوزر فيستقبله عن طريق البورت رقم كم؟ 80. إذا مش هنا عندي أنا destination port، إذا 80 تمام. sequence number تكلمنا عليه، والآك نمبر ده تكلمنا عليه، بس الآك نمبر ده له علاقة هنا، والسيكونس نمبر ده له علاقة هنا، بمعنى انه بيستلم الاشعار وبيعرف انه بالتي سي بي هيدر مسألة التحقق من الاك نمبر اذا كان هنا الاك يحتوي على واحد،
بيعمل سيكونس نمبر اذا كانت السينك او سينكرونايزيشن هنا تحتوي على واحد. تمام، عندي هنا تشيك سام او ما تسمى سي ار سي، وعندي هنا الارجنت ارجنت مسج. بمعنى تي سي بي اي بي ما بيعرفش انه هذه عباره عن رساله مستعجله وهو قبل معالجتها، الا اذا كان هنا في خيار اسمه يو ار جي لازم يساوي واحد، يعني ده تمام، والاك لازم ده، والسيكونس اللي هو عباره عن السينك. تمام، يعني تكون بالشكل التالي بالشكل ده. اليو دي بي هيدر، اليو دي بي هيدر غير موثوق وما في بوش، السيكونس نمبر والاك نمبر فقط، يحتوي على السورس بورت طوله كمان 32 بيت والديستنيشن بورت، يو دي بي تشيكسم او ما يسمى بالسي ار سي اضافه الى اليو دي بي لينت، ما عندوش كنترول بيت او ريسيف بيت. تمام، وهنا الداتا البيانات حقيقه كبروتوكول يو دي بي فين مستعمل؟ بقول لك انا بكل بساطه، بروتوكول يو دي بي يستخدم في الفيديو والفويس على الانترنت. تمام، لانه تخيل لو كان يستخدم تي سي بي معناته انه كل ما بتفقد بيانات بيتم ارسالها مره ثانيه. شوف كميه البيانات التي بتفقد والتي بتطلب وكميه الضغط اللي بيطلع على السيرفر حول الانترنت. فعشان كده الفيديو والفويس، الفيديو والصوت يستخدم بروتوكول يو دي بي. طبعا اليوم تكلمنا على تي تي ال والسيكونس نمبر والاك نمبر والداتا فلو او الفلو كنترول او الويندو سايز والتي سي بي هيدر واليو دي بي هيدر. الى هنا